بحكم خبرتك وتعاملتي مع ناس كتير جدا وجات لك مشاكل كتير جدا جدا، اللي كذب على زوجته واللي كذب على خطيبته والحاجات دي كلها، هل في انواع انت استشفتيها من واقع تعاملك معاهم، انواع للتدليس، في تدليس في السن، تدليس في الصحه، تدليس في الدراسه، تدليس، ولا كله زي بعض انت شايفاه من وجهه نظرك لا كلهم سواء؟ يعني هو يعني ان احنا هنقول كلهم سواء، هي لو هنيجي بقى للشرع والمنطق بقى والعقل ان انت تقولي، فهي كله كذب، كله بيندرج تحت مصطلح تغيير في حقيقة، كله بيندرج تحت اخفاء لواقع او مغايرته، يعني هي حاجة واقعية بس انا بغيرها، فعمالين نلف وندور على تغيير للواقع. ان احنا هنحطهم كلهم في سلة واحدة هتبقى صعبة شوية، لان في ناس الدافع بتاعها مختلف شوية. يعني الحاجات اللي مش عايزين نقول ان هي بيطلق عليها تدليس قوي ان هي ينفع ينطبق عليها، بمعنى والله ده انا عامل دبلومتين وطلعت دبلومه، والله ده انا ناوي اكمل ماجستير وما كملتوش. عندي كانت لسه واحده بتقول لي على فكره انا خدت ان هو اخد سنه اولى ان هو بيعمل الماجستير، وبعدين لقيت الماجستير متجمد، انا من حقي اسيب الخطوبه. قلت طب يا حبيبتي، طب يعني ماجستير ما كدبش في الشهاده الاساسيه، طب ما تشوفي هو ما كملش ليه؟ قالت لي ماشي، ما هو دي كانت دخلته والله، وكان بيقول كده من باب بيسري نفسه، بيسري الشهادات اللي هو قالها، هو متسجل. قالت لي اه بس بعد كده لقينا ان هو جمد. طب يا حبيبتي الحاجات البسيطه اللي مش منبني عليها تغيير لواقع التدليس، انا بغير في واقع، والله انا عندي حاجه معينه وانا بقول عكسها، بنقص فيها، بزود فيها، بصل لنتيجه انها اصبحت مخالفه للواقع. طبعا التدليس في الشرع موضوع كبير جدا، يعني يصل لحد ان يفسخ العقد بين، يمكن الشرع كمان يغطي فيها، يفسخ العقد بين الزوجين لو الامر فعلا وصل للتدليس في فسخ مش طلاق. يعني فعلا لو انا قلت ان هي سيب وهي بكر وطلعت سيب، لو هي لم يسبق لها الزواج، لا دي كانت الحاجات الخاصه بمعلومات على احد الطرفين اللي هي لا يعيب شيء ويطلع يبنى عليها عقد الزواج، فدي حاجات ينص العقد عليها وطلع فيها خلل يفسخ العقد فورا. اما بقى موضوع الطلاق دي بقى اللي انا والله ده طلع شايل الكلى، والله ده طلع معرفش عامل ايه، في قضايا خطيره جدا في التدليس، ودي لا يعني لسه كانت الاسبوع اللي فات واحده وبنوته تزوجت سنه ونصف من شاب، وبعد السنه ونص قررت انها تطلب الطلاق، فبتقول لاهلها ان هي لا زالت انسه من بعد السنه ونص، وهو مصاب بالمرض اللي ما ينفعلوش زواج خالص. طب سنه ونص وقبلها سنتين خطبه، سنه عقد وسنتين خطبه، يعني 3 سنوات، 4 سنين الجامعه وسنتين الجواز، فانت بتتكلمي على عمر كبير جدا. البنت دلوقتي قالت لي لان كل ما اجي اخد الخطوه يقول لي ان شاء الله هتعالج، ان شاء الله هتعالج، فده كانت من البدايه يفسخ العقد. يعني هي هو كان عارف من البدايه، كان عارف واهله الاهل بالظبط، يعني عارفين. من بعد شهر من الزواج هي صبرت وبعدين صرحت حماتها، لان هي قالت لامها، فامها قالت لها طب نشوف، ف حماتها قالت لها ايوه حبيبتي هو تعبان بس نصبر عليه، والبنات اللي ولاد الاصول، فانت بتتكلمي على كارثه. يعني انا بتكلم من 6 سنين من عمر البنت، هي حاليا قالت لي انا ما عنتش واثقه في اي رجل في العالم كله، يعني انا بتكلم مع واحد حبيت وديته قلبي وكل حاجه، هو عنده عله كبيره جدا، وكل ما اجي يعني طول فتره الزواج بصارع نفسي ان اتطلق واطلع، لا ده انا قليله الاصل. اصبري. ووصلت ان هي المحكمه هو قال انا سليم، فاضطرت ان هي عشان يحصل تعمل كشف طبي، وقالت تعرضت ان انا اتكشف عليا طبيا وان انا اطلع ان انا فعلا انسه، وهو يتكشف عليه طبيا ويطلع ان هو في مشكله كبيره. فانت بتتكلمي في تدليس بيهدم الاسر وبيهدم قيم، لان هي دلوقتي واحده ازاي تبقى قالت لي اقعد مع حد تاني ازاي، وحاجه مهمه زي دي اتكسرت جوايا من شخص انا كنت حاطاه مثل كبير. فلا لما بنصل لامور حياتيه بين الزوجين، ان انا رايح اتجوز سواء هو او هي، ان انت بنبني عليها حياة ودي شايف انها نقطة فاصلة، لا طبعا دي بتبقى كارثة جدا.